ضمن المقاطع الطريفة التي نالت شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديوي وصف بالطريف لشاب عراقي أراد أن يمازح أشقائه أثناء نومهم، لكن بطريقة غير معتادة أو مستهلكة. الشاب يدعى زوين. في يوم من الأيام قرر أن يستأجر خزان كبير مملوء بالماء البارد، تانكر مي، حتى ظن جيرانه أنه سيملأ خزان المنزل في أعلى السطح. لكن تساءلوا، المياه غير مقطوعة في الحي، فيا ترى ما الذي سيفعل بكمية الماء هذه؟ وما علاقة خزان المياه بالمزاح؟ دعونا نشاهد ما الذي حصل في مقطع الفيديو هذا وفي هذا المزاح وباستخدام هذه الكمية الكبيرة من المياه أثناء نومهم. جايب دنكر، الله اللي يستر، ايش راح يسوي؟ ها زوين، لقد احلمنا الحرب، لا تقلق بدك تلحق، ايش راح اسوي زوين؟ يمك 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 على باب الديوان يمك. لك زوين ايش راح اسوي؟ اسوي دايره اليوم. يما اخوي يما ابوي، بس الله اللي يستر منه. شنو زوين راح تدرس التانكي؟ لك زوين جاي اسوي زوين؟ لك الجو بارد زوين، الجو بارد. ايش راح يسوي؟ هذا الموقف طبعا لا نتمناه لأحد. يبدو أن هذه المسحة، مسحة هذا الشاب الذي يدعى زوين، كانت ثقيلة، ثقيلة للغاية، ولم يتقبلها أشقائه الذين كانوا يغطون في نوم عميق ولم يعوا ما الذي سيحصل معهم أو سيحل بهم. إذن برر زوين تصرفه بأنه حاول إيقاظ أشقائه من نوم عميق دام لساعات طويلة، لكنهم لم يستجيبوا له بطريقة الاستيقاظ المعتادة. ومحاولاته المعهودة السابقة الروتينية باءت بالفشل، حتى فكر أخيرا أن يستخدم هذه الطريقة، خراطيم المياه، ليوقظهم بهذه الطريقة. مقطع طريف نال العديد من ردود الأفعال من المتابعين والناشطين في السوشيال ميديا، ما بين متهكم وساخر وآخر منتقد أيضا. طبعا يتهمون هؤلاء الشباب أنهم يبحثون عن المشاهدات واللايكات والانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، فهم يعمدون لعمل مثل هكذا مقاطع فيديوية. على العموم بكل الأحوال هذه المقاطع تنتشر وتلاقي استحسانا ما بين منتقد وما بين راض عما يأتي في محتوى هذه الفيديوهات. هناك ردود أفعال اخترنا لكم بعضا منها، ونبدأها مع محمد العاني. يقول محمد في تعليقه: نايمين للظهور ومات الله معاشة إيدك، عجبتني الفكرة، هذا اللي بالزاوية صار عنده إيرور، ويضحك. كل عقلك جايب تنكر مي، طلعوا زحف خطير، يراد أسويها بأخوي هم أقعده 70 مرة ما يقعد. تعليق من جاسم قصي يقول: جاسم أني ما أؤيد هيجي شقل، إذا تريد الطش أو تصير ترند مو بالضرورة تسوي هيج. تعليق آخر من أم نور: والله خطية اللي صار بيهم، وبعدين حرام عليك خليهم نايمين، تريدهم يقعدون شي يسوون؟ إذا هم لا شغل ولا عمل، حالهم حال بقية الشباب بالعراق، حسر عليهم يلاقون الشغل، حتى العمالة صايرة بالواسطات والتواسيل. يقول أبو رقية: والله قوية، بس خفف المزح ثقيل، هم زين ما انجلطوا أو صار بيهم سكتة قلبية. تخيل واحد نايم وهيش يقعدوه بخراطيم المي، أوف والله لو أخوي مسويها بي إلا كان كتلته بسلاحي، مو أركض وراء. وإنتوا كملوها. تعليق آخر من أسيل عزيز، تقول أسيل في تعليقها: الله يستر كل شيء ولا العراقي من يمزح،
والله ظنيتهم جماعتك مو اخوتك وداق بيهم هيك دقه قويه وفوقاها الدنيا برد ودرجه الحراره تقرا سالب واحد. صراحه انا افكر اسويها بمرتبوية لانشال عقلوبنا يوميا تسوي لنا مشكله. يقول علاوي خير الله في تعليقه: غرقنا وطفح السيل. يا هيش مسحة يا إلا بلا حبيت وحقك الطش مسحة لا إسفاف بيها ولا قلة أخلاق، بس الصراحة بيها نوعا ما من قلة الإحساس. ويضحك: عراقيين حشاشين ماكو أحد يعبر الكوم.